بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بداية الأسبوع، ولكن حلقة بالتأكيد فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، خاصة بعد التعادل الإيجابي الذي خرج فيه لقاء مصر وغانا بالتعادل 2-2، لقاء الفرصة الأخيرة، لقاء المحطة الأخيرة في دور المجموعات لمنتخبنا الوطني بإذن الله بعد غد الاثنين في الساعة 10 من مساء الاثنين بتوقيت القاهرة، لا بديل عن الفوز، 3 نقاط ومكسب بأي نتيجة لضمان التأهل في المركز الثاني خلف فريق الرأس الأخضر الذي ضمن صدارة المجموعة وتأهل رسميا إلى دور 16. مباراة بالتأكيد فيها حسابات كثيرة، النهاردة هنتكلم على بعض الكواليس اللي موجودة في الكوت ديفوار، استعدادات منتخبنا، ومش عايز أتكلم على سيناريوهات. منتخبنا هيلعب مع الرأس الأخضر، لا بديل عن الفوز، تكسب تتأهل، أي حاجة غير كده مش هيبقى الأمر مقبول أو حتى معقول إن احنا نتناقش فيه أو حتى نتكلم عليه. كمان النهاردة على بركة الله سفرة بعثة فريق النادي الأهلي إلى الإمارات العربية المتحدة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لانطلاق أو استئناف الموسم بعد منافسات كأس الأمم الإفريقية، غيابات عديدة، غيابات مهمة ما بين لاعبين غائبين بسبب المشاركة مع المنتخب الوطني أو حتى لاعبين غائبين بسبب الإصابة، ويمكن كولر يعني اصطحب مع عدد كبير جدا من لاعبي قطاع الناشئين في معسكر قد يتخللوا مباراتين وديتين خلال الفترة القادمة. حالة فيها كواليس كتيرة، تفاصيل مهمة، ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة، بعدما تأكد غياب محمد صلاح في المباراة القادمة، في رأيك ما هو أفضل تشكيل للمنتخب في مباراة الرأس الأخضر يوم الاثنين اللي جاي؟ تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير بإذن الله هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على التشكيل اللي أعتقد ممكن يكون فيه مفاجآت من مركزين إلى 3 مراكز زي ما حصل في مباراة غانا لما تم تعديل 3 مراكز في تشكيل منتخبنا الوطني. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق يبدأ معسكره في دبي، وكمان الأهلي يخوض مباراتين وديتين قبل العودة للقاهرة، وفي ترند أفريقيا في غياب صلاح المنتخب يستعد لمواجهة الرأس الأخضر. استعراض مباريات اليوم، النهارده في جوله مهمه جدا من المباريات الاوروبيه والافريقيه، السبت الممتاز ولكن على المستوى المحلي والافريقي. البدايه بكاس الامم الافريقيه، والنهارده في 3 مباريات مهمه جدا في الجوله الثانيه للمجموعه الرابعه والخامسه. يمكن الشوط الاول انتهى منذ قليل بتقدم بوركينا فاسو على الجزائر بهدف مقابل لا شيء، والساعه 7 موريتانيا هتلعب مع انغولا، ودي في استكمال باقي منافسات المجموعة الرابعة. طبعا الشوط الأول فيه مفاجأة مدوية، تقدم بوركينا على الجزائر. الساعة 10 من مساء اليوم لقاء أيضا مهم جدا لنسور قرطاج تونس في مواجهة مع مالي، مالي المتصدر والفائز على جنوب إفريقيا في اللقاء الأول. نروح للدوري الإنجليزي، ومنذ قليل انتهت مباراة قوية جدا وفيها نتيجة كبيرة وعريضة، فوز أرسنال على كريستال بالاس 5-0. الساعة 7:30 برينتفورد هيستضيف نوتنغهام فورست. والدوري الاسباني ايضا كانت في النهارده 4 مباريات، في مباراه انتهت منذ قليل بفوز لاس بالماس على رايو فاليكانو 2-0، والساعه 5:15 فيا ريال هيستضيف ريال مايوركا، و7:30 فالنسيا هيستضيف اتلتيكو بالباو، وفي العاشره من مساء اليوم سيلتا فيجو مع ريال سوسيداد. الدوري الايطالي، وفي الساعه 7 من مساء اليوم روما هيستضيف هيلاس فيرونا، وفي العاشرة إلا ربع مباراة قوية جدا وممتعة، أودينيزي هيستضيف الميلان. دي أبرز مباريات اليوم، يعني يوم دسم في مباريات مهمة. محب الكرة الإفريقية، محب الكرة الأوروبية، هيبقى على موعد النهاردة مع مباريات هامة جدا. فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. البداية هتكون مع النادي الأهلي، اللي عندنا أحداث مهمة جدا في قلعة البطولات النادي الأهلي سواء امبارح او النهارده. هبدا بالبدايه الرائعه امبارح بعد فوز النادي الاهلي بجائزه افضل نادي في الشرق الاوسط، جائزه مقدمه من جلوب سوكر. يعني فخر كبير جدا لما تلاقي النادي الاهلي دائما
متصدر كل الحفلات التاريخية اللي موجودة، سواء في الكاف أو الفيفا أو حتى لما تتكلم كمان على جائزة جلوب سوكر. امبارح احنا شايفين الكابتن محمود الخطيب موجود في الحفل وفي صدارة المشهد، وبجواره على فكرة اتنين من أبرز النجوم العالمية اللي أثروا الملاعب الأوروبية. انت بتتكلم على جون تيري نجم تشيلسي ونجم منتخب إنجلترا، وفابيو كابيلو المدير الفني اللي كان ليه صولات وجولات سواء في إيطاليا أو في إنجلترا وفي العديد من المنتخبات الأوروبية والأندية الأوروبية حتى في فترات سابقة. دي قيمة ومكانة الأهلي، أينما وجد الأهلي تلاقي الأهلي دايما موجود في أهم الأحداث التاريخية وموجود مع أهم نجوم على مستوى العالم. فامبارح كان حدث مهم جدا، استلام الأهلي جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط، جائزة مقدمة من جلوب سوكر، وانت كمان متقدم على مين؟ أندية لها شعبية كبيرة جدا في منطقة الخليج العربي، النصر السعودي، الهلال السعودي. طبعا الكابتن محمود الخطيب كان ليه كلمة مهمة جدا، وفي البداية يمكن هنا كل الناس، قال لهم كل سنة وحضراتكم طيبين، إن شاء الله سنة 2024 تكون سنة سعيدة يعم السلام والرخاء على العالم كله. كابتن محمود الخطيب بصفته رئيس النادي الأهلي وجه الشكر بالتأكيد لدولة الإمارات الشقيقة اللي عودتنا دايما على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في كل المناسبات. كمان التحية لكل الحضور وتحية لأساطير الكورة في العالم اللي كانوا مشاركين وحاضرين بالأمس. الشكر والتحية كمان لمؤسسة جلوب سوكر والقائمين عليه على هذه الاحتفالية الرائعة. النادي الأهلي بالتأكيد سعيد بهذه الجائزة، صوت النادي الأهلي كان صوت مهم جدا ومسموع من خلال تصويت الجماهير ومنح الأهلي جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط. الكابتن محمود الخطيب في غمرة الاحتفالات وفي الأحداث كان مهم جدا يعني يهدي هذه الجائزة للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اللي بيمر يعني محنة صحية صعبة جدا في الفترة الحالية. نتمنى يا رب بإذن الله الشفاء العاجل لمعالي الوزير الأستاذ العمري فاروق، يعني محنة صعبة بإذن الله هيقوم منها بسلامة الله بإذن الله. بالمناسبة الكابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم على الجائزة وبيهدي الجائزة لمعالي الوزير نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق، كمان كابتن محمود الخطيب شكر جماهير النادي الأهلي على دورها وقال لولا جمهور النادي الأهلي ما كانش النادي الأهلي هيكون موجود على منصة التتويج في أي حدث بيتم في الفترة الأخيرة. بالمناسبة واحنا بنتكلم على الجائزة، بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي واللي محقق إنجازات وبطولات على أعلى مستويات في الفترات الأخيرة، مش بتكلم بس على برشلونة ولا المان سيتي، الراجل ده غير خريطة الكرة في العالم، غير التكتيك والتدريب في العالم. على هامش منافسات كأس العالم للأندية كان دايما بيتكلم على النادي الأهلي بكلام كويس جدا. امبارح كان في كلمة مهمة جدا قالها بيب جوارديولا واللي أعرف فيها عن تقديره الشديد للنادي الأهلي، وأكد أن فريق رائع للغاية. ونفس الكلام ده على فكرة جوارديولا قاله كمان على هامش منافسات كأس العالم للأندية، المان سيتي فاز ببطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية والنادي الأهلي حقق المركز الثالث. جوارديولا قال إيه على الأهلي؟ قال الأهلي فريق رائع لديه جمهور رائع، كنت في أجازة مع عائلتي في مصر وشفت ازاي شغف الجماهير المصرية وجنون جماهير الكرة المصرية بقيمة ومكانة النادي الأهلي. قال تفاصيل مهمة جدا، تعالوا نسمع هذه الكلمة التاريخية من أعظم مدرب في العالم عن أهم وأكبر نادي في الوطن العربي والقارة الإفريقية، نتابع. And they make a really good tournament. The first game against Fluminense, they play really good and make the third best team of the world. الكلام ده على فكرة حافز للاستمرار وتحقيق المزيد من النجاحات. بالمناسبة يعني الناس ممكن تعتقد ان الاهلي خلاص اوكي جوارديولا اتكلم على الاهلي فهنفضل نحتفل بكلمة جوارديولا او هنحتفل بكلام ممكن جاي من الريال مدريد او بخطاب رسمي جاي من اي نادي على مستوى العالم بيتكلم وبيهني النادي الاهلي باي انجاز اتحقق في السنوات الماضية. بالعكس انت بتعتبر التحديات دي او الكلام اللي زي ده بيبقى تحدي ليك عشان تقدر تستمر في هذه المنظومة وتستمر في تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة القادمة. لذلك زي ما انتم شايفين قيمة ومكانة النادي الاهلي بنشوفها دايما لما بيكون موجود في حدث فريد وكبير من نوعه في جائزة جلوب سوكر. امبارح كان موجود هالاند
وكان موجود كريستيانو رونالدو وموجود جون تيري وموجود فابيو كابيلو، وعلى رأس القائمين رئيس الاتحاد الدولي الفيفا جياني إنفانتينو كان موجود وبيتكلم دايما عن النادي الأهلي، وليه كلمات كتيرة مؤثرة كانت عن النادي الأهلي في العديد من الاحتفالات والحفلات اللي بيتم تتويج فيها النادي الأهلي سواء على صعيد قاري أو على صعيد دولي. ده شيء بيدعو للفخر. امبارح جمهور النادي الأهلي كان سعيد بالتأكيد بهذا التكريم. كلمات الكابتن محمود الخطيب وصلت للقلب قبل العقل لأنها كلمات مؤثرة جدا، سواء في الكلمة اللي توجهت لمعالي الوزير العامري فاروق اللي دلوقتي بيمر طبعا بمحنة صعبة جدا، نتمنى له يا رب فيها الشفاء والسلامة يا رب بإذن الله ويقوم منها على خير، وفي نفس الوقت دور جماهير النادي الأهلي اللي دايما متواجدة مع النادي الأهلي على المرة قبل الحلوة، على المرة قبل الحلوة، وده دايما السلوجان اللي بيتقال من جمهور الاهلي في اي نشيد بيتقال او في اي غناء مع الاهلي في اهازيج المباريات، لما يتقال لك دايما على الحلوه والمره معاه، فدايما جمهور الاهلي بيبقى الساند والداعم لاداره النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي على مر العصور. طيب ده جانب متعلق بتكريم للنادي الاهلي وحصوله على جائزه افضل نادي في الشرق الاوسط. كان النهارده جانب اخر وهو استعدادات فريق النادي الاهلي للمرحله اللي جايه. على بركه الله سافرت بعثة فريق النادي الأهلي صباح اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة عشان الفريق يخوض معسكر إعداد خلال الفترة القادمة. معانا على الشاشة هو كواليس سفر فريق النادي الأهلي إلى الإمارات، وتحديدا المعسكر هيكون في إمارة عجمان. يمكن الأهلي نزل دبي ومن دبي كده استقال الحافلة من دبي إلى عجمان، يمكن الطريق بالظبط من دبي لعجمان حوالي نص ساعة ساعة إلا ربع، يعني المسافة مش بعيدة. معسكر لمدة 8 أيام هيكون فيه مباراتين وديتين، اي يعني ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين وفي ختام المعسكر يوم الجمعه اللي جايه. نتمنى يا رب يكون معسكر موفق لنادي الاهلي. لو هتكلم على المعسكر مين اللي موجود فيه، لان في غيابات كثيره جدا، انتوا بتتكلموا على غياب ما يقرب من حوالي 20 لاعب بالاضافه الى 3 لعيبه كان تم تصعيدهم من قطاع الناشئين مع 10 لاعبين، يعني في الساعات الأخيرة ما خلصوش الإجراءات الإدارية فبالتالي كمان تخلفوا عن البعثة، ولكن في النهاية سفرت البعثة بقوام في حراسة المرمى مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، حازم جمال في حراسة المرمى، رامي ربيعة، إبراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، أحمد عبدين، عبد الجواد، عبد الرحمن، يوسف عبد الحفيظ، وإسلام عبد الله، مازن أسامة، أكرم توفيق، عمرو السلية، مجدي أفشة، أحمد طعيمة، مصطفى ابو الخير، وحسين الشحات، كريم فؤاد، طاهر، محمد طاهر، محمد الضو كريستو، انطوني موديست، والقادم حديثا المهاجم الفلسطيني وسام بوعلي. ده قوام بعثه فريق النادي الاهلي حاليا في الامارات. الرحله هي قدامنا، يمكن توقيت الاقلاع كان حوالي الساعه 10 الى 10 دقائق من صباح اليوم، يعني نقدر نقول الفريق وصل الامارات حوالي الساعه 1 الظهر. احنا لو بنتكلم على العناصر الأساسية اللي موجودة في التشكيلة الأساسية دايما مع النادي الأهلي وسافرت مع البعثة، نبدأ مع بعض نعد. مثلا مصطفى شوبير ادي 1، رامي ربيعة 2، يعني أكرم توفيق 3، عمرو السلية 4، أفشة 5، حسين الشحات 6، كريم فؤاد 7، طاهر 8، كريستو 9، أنطوني موديست 10، وسام بوعلي المهاجم الفلسطيني المنتقل حديثا 11. إذن 11 لاعب من قائمة الفريق الأول موجودين في معسكر الفريق في الإمارات، وتم تدعيم هذا المعسكر بعدد من لاعبي قطاع الناشئين، أبرزهم مثلا معتز محمد، أحمد عبدين، يوسف عبد الحفيظ، إسلام عبد الله، أحمد طعيمة، مصطفى أبو الخير، محمد، يعني دول أبرز اللعيبة اللي موجودين من قطاع الناشئين. طبعا الغيابات في حوالي 6 لعيبة مصابة، لو كانت سليمة أو برنامج التأهيل بتاعهم هيسمح أنه يكونوا موجود حتى في مباراة أو 2 من المباراة الودية كانوا سافروا النهاردة مع الفريق. تعالنا غياب لمحمود متولي، وسبق قبل كده الأسبوع اللي فات قلت أن الغيابات دي هتاخد لها فترة تأهيل وعلاج من أسبوعين لثلاث أسابيع، وهو المعسكر كله 8 أيام، فبالتالي مش هيبقى في استفادة خالص من تواجدهم مع الفريق. محمود متولي رقم 1، خالد عبد الفتاح رقم 2 اللي تعرض لإصابة في التدريبات الأخيرة بشد في العضلة الخلفية، أحمد عبد القادر لسه بيواصل التأهيل، رضا سليم، أحمد نبيل كوكا. في 2 كمان، كريم نيدفيد أعتقد خلال أيام، يعني ممكن يوم أو 2 يلتحق بالبعثة، يعني كريم نيدفيد رغم أنه النهاردة ما سافرش بس خلال يوم أو 2
بعض الامور كده الخاصه بيه لو انهاها بسرعه هيقدر يلتحق بالفريق باذن الله. وصلاح محسن امر فني بناء على وجهه نظر ورؤيه من مارسيل كولر، وبالتالي ده القوام الاساسي والرئيسي اللي النهارده سافر الامارات. وزي ما انتم شايفين طبعا دي الكواليس الحصريه لسفر بعثه فريق النادي الاهلي، وعلى مدار الاسبوع باذن الله ان شاء الله هيكون في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه الاهلي بكل الاخبار والجديد، الاستعدادات، المباريات الوديه، الاجواء في المعسكر. يمكن النادي الاهلي هيتمرن في ملعب لسه يعني منشأ حديثا في اماره عجمان، واعتقد يعني هتبقى فرصه طيبه جدا في الفتره اللي موجود فيها النادي الاهلي في اماره عجمان للجاليه المصريه. الجاليه المصريه المتواجده في عجمان وفي الشارقه هتبقى حريصه بالتاكيد تحضر المباريات الوديه للاهلي. الاهلي هيلعب مباراتين وديتين، في مباراه على منتصف الاسبوع ومباراه في نهايه الاسبوع. اول ما يتم التاكيد بس الرسمي والمعلن من الموقع الرسمي من النادي الاهلي هنعلن لحضراتكم ونقول لكم بالتاكيد المباريات الوديه هتكون مع مين. الكابتن سمير عجلي المدير الاداري يمكن سبق البعثه كده بعده ساعات للترتيب الاجراءات وفندق الاقامه والحجوزات والكلام ده، وكان النهارده في استقبال البعثه فور الوصول الى مطار دبي، وذلك لانهاء كافه الترتيبات واجراءات الدخول والتنقلات من دبي الى اماره عجمان. الفريق النهارده وصل، المعسكر هينتهي ويختتم الاهلي تدريباته في عجمان يوم 28 يناير، المباراتين زي ما قلت منتصف الاسبوع ونهايه الاسبوع، يعني 23 و27 بنسبه كبيره من شهر يناير الجاري. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في هذا المعسكر. بعد العوده من المعسكر اكيد وقتها هنبدا نشوف بقى اللعيبه الدوليه ممكن مين يلتحق بالنادي الاهلي استعدادا لمواجهه شباب بلوزداد منتصف شهر فبراير المقبل. دي ابرز الاخبار والموضوعات اللي عندنا النهارده عن فريق النادي الاهلي. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نبدا نتكلم على بطوله كاس الامم في الكوت ديفوار، فيديوهات، اخبار، كواليس، موضوعات حصريه معانا النهارده في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن كاس الامم الافريقيه وبالتاكيد الحديث الاهم هيكون على منتخبنا الوطني اللي بيستعد لمباراه حاسمه جدا وفاصله مع الراس الاخضر الذي تصدر المجموعه الثانيه وتاكد تاهله الى مرحله دور ال 16 في صداره المجموعه. منتخب مصر سيلعب على الفوز من اجل تحقيق المركز الثاني وتاكيد التاهل بالحصول على المركز الثاني، ثم السفر الى سان بيدرو استعدادا لمواجهه ثاني المجموعه السادسه باذن الله ان شاء الله يوم الاثنين بعد القادم. ولكن قبل الخطوه التاليه عندنا خطوه مهمه يوم الاثنين اللي جاي، وهي مباراه الراس الاخضر. حدش يكلمنا على فكره الحسابات، اصل لو تعادلنا لو غانا عملت ايه؟ ده كلام على فكره مش مقبول يا جماعه، يعني اي حد فاهم كوره وفي الشارع سالته على مباراه مصر والراس الاخضر يقول لك نكسب. ايا كانت ظروف المباراه، اجواء المباراه، محتاج ايه من الماتش؟ لازم تكسب. مش هتكلم على فكرة الحسابات وإنك محتاج نقط إيه لا، تكسب عشان تدافع عن اسمك وعن تاريخك وترتيبك وشكلك في المجموعة وفي البطولة بشكل عام. ده كلام منطقي لازم يتقال. ما ينفعش إحنا بلغة الصحافة نيجي نتكلم على الحسابات، حسابات معقدة، ترتيب المجموعة، التعادل، الخسارة. ده مش منطقي على فكرة. يعني الطبيعي اللي يتقال ماتش مصر والرأس الأخضر تكسب، مش هقول سكور كمان، لا تكسب عشان أنت بتدافع عن اسمك. ما تنسوش يا جماعة منتخب مصر هو وصيف آخر نسخة. منتخب مصر 2017 2021 وصل فاينل كاس امم. منتخب مصر هو الفريق الحائز على اكبر عدد من البطولات الافريقيه، 7 كاس امم. فمش منطقي خالص نوصل لمرحله ان احنا نتكلم على الحسابات. طب هل لو اتساوينا في النقاط وفي الاهداف، الفير بلاي ولا الاهداف؟ يعني اعتقد يعني الامور دي غير محسوبه وما ينفعش نتكلم فيها، عشان اللعيبه نفسها تبقى عارفه ان هي نازله ما عندهاش حاجه غير ان هي تكسب مباراه يوم الاثنين. طيب دلوقتي معايا عبر زوم احد المدربين اللي عمل لفتره طويله جدا مع منتخب مصر في فترات سابقه، وكان ليه صولات وجولات وتحديدا في مركز حراسه المرمى، لان كان وقتها معاه عدد من الحراس المميزين. لو هنتكلم مثلا في فتره من الفترات بتتكلم على عصام الحضري، بعديه محمد الشناوي، دخل احمد الشناوي، كمان كان كذا حارس موجود مع الكابتن زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني في فترة مهمة جدا كانت مع بوب برادلي اللي كان المدير الفني الأمريكي اللي تولى تدريب منتخبنا في فترة مهمة جدا. يمكن ما كانش محظوظ انه يتأهل لكأس الأمم، ولكن لعب تصفيات كأس عالم على أعلى مستوى فيما عدا المباراة الأخيرة اللي كانت مع منتخب غانا، ودي لها ظروف تانية وقتها. طيب في البداية بالتأكيد برحب زي ما انتم شايفين معايا بالكابتن زكي عبد الفتاح، موجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعايزين نقول له صباح الخير. صباح الخير يا كابتن زكي.
صباح الفل وصباح الفل على الجميع. وقبل ما ابدا بحب بس نقطه صغيره، اتفضل. انا كنت امبارح في قمه الفخر كمغترب هنا في امريكا في وسط المجال الرياضي الامريكي هنا، كنت مفتخر وفخور جدا بالنادي الاهلي، بقول له الف الف مبروك الجائزه الجميله دي. ما تعرفش الناس هنا الوسط الرياضي كله في مش الكوره بس قد ايه النادي الاهلي مكبرنا ومشرفنا هنا في امريكا، فالواحد كان متشرف ان في مصري والنادي الاهلي ده جزء كبير من مصر وحاجه مهمه جدا في مصر. والله كابتن الحاجه الثانيه اتفضل. الحاجه الثانيه اه الحاجه الثانيه كلمه الكابتن الخطيب القصيره جدا بس الكبيره قوي في معناها، بتأدي بتعرف قد ايه قيمه النادي الاهلي واخلاق النادي الاهلي. فانا فخور جدا 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 بان النادي الاهلي ده موجود في مصر، وانا بتشرف ان انا مصري موجود هنا، فانا مبسوط جدا جدا وشكرا للنادي الاهلي. حقيقة كابتن زكي يمكن دايما كده لما بتكون معانا في مداخلات عبر قناة الأهلي وبتبقى الرسائل الإيجابية من منظومة الأهلي الرياضية مسمعة في الولايات المتحدة الأمريكية زي ما فخر ليك فخر لينا، بالتأكيد ده الدور الأهم للمؤسسات الرياضية وتأثيرها الخارجي قبل الداخلي. طبعا ودي حقيقه، انا دي حقيقه. انا بص انا ما بشجعش، ما بقولش ان انا بشجع الاهلي او بشجع، انا محلاوي وانتمائي للمحله. انا عارفين بقول طبعا. كلمه حق، انا كلمه حق شايف. لو نادي الزمالك في نفس الموقف هقول نفس الكلام، انا بفتخر ان انا مصري والنادي الاهلي ده جزء في مصر. وزي ما بقول لك اللي هنا في مصر في امريكا الناس كلها ما تعرفش الا مو صلاح والنادي الاهلي، ده الكره عن الكره في مصر، غير كده ما بيعرفوش حاجه. فطبعا وكلمه جوارديولا كمان، ان ازاي الناس مش فاهمها برضو، ازاي شعبيه الراجل بيروح هو وعيلته يزور مصر، بيتكلم يشوف الناس النادي الاهلي، فيتكلموا عن الشعبيه ومين الشعبيه الكبيره وبتاع. ده طبعا لازم الناس تبقى فاهمه قد ايه شعبيه النادي الاهلي، ما بيجيش من فراغ، والناس اللي بتحاول تقلل من الشعبيه دي او لا. ده طبعا لو شوف الكلمه يعني قله ادب، لان الراجل جه نزل مصر حس قد ايه قيمه النادي الاهلي في مصر وقيمه شعبيه النادي الاهلي في مصر وفي الوطن العربي ودلوقتي على المستوى العالمي دلوقتي. الحمد لله. فطبعا شيء ما اه فشيء طبعا لازم نفتخر بيه كلنا كمصريين، وان نادي مصري اللي هو وصل بقى لموضوع العربيه او القاريه، لا دلوقتي بيوصل وبيحط رجله على العالميه ان شاء الله. طيب كابتن فشرف ليا طبعا. الحمد لله. كابتن زكي طيب وانت موجود في امريكا يعني شايف المنتخب من بعيد وبتتفرج بهدوء بعيد عن بقى عن ضغوط الاعلام السوشيال ميديا الجماهير، اولا تقييمك لمرحله المنتخب في المباراه الاولى والثانيه، وشايف المنتخب محتاج ايه ولو في مشكله ممكن تتحل ازاي؟ بص انا قبل حتى الدوره انا قلت منتخب مصر بيتميز عن ال 24 فرقه الموجودين في البطوله كلها، وبيتميز عن اي منتخب في العالم. انا مرنت اللي كان لي الشرف طبعا تمرين منتخب مصر، ومرنت منتخب امريكا ومنتخب كندا. فانا شايف ساعه ما اللعيبه المصري بيحط فانلة وبيجي المعسكر بس انه جاي هيلبس فانلة مصر، بيبقى روحه قتاليه عن اي حد في العالم. يعني 50% من اسباب الفوز الروح القتاليه دي موجوده في اللعيب المصري. للاسف الماتشين اللي فاتوا ما كانتش موجوده، ده السبب، ده اللي ما كانتش موجوده. اسبابها كتيره، ان ما بقاش فيه روح وكل كرة بتقاتل عليها 50 50 بول الكلام ده، تكسب كل كرة على الاقل نسبه كبيره للكور المشتركه تاخدها، انك انت زميلك مكسل شويه التاني بيغطيه، كل الحاجات دي كلها بتيجي اللي هي الروح، فاهم قصدي؟ فانا كنا مفتقدين الماتشين اللي فاتوا دي. ففي في في حاجه انا في حاجه في حاجه مش مظبوطه في الفرقه، في حاجه مش مظبوطه. ما اعرفش، مش جوه الفرقه اتكلم، بس احنا كفنيا احنا مش احنا على قد المستوى اللي احنا بنتمناه او اللي هو المفروض يكون فنيا بدنيا ذهنيا. المنتاليتي بتاعنا زي ما قلت الروح مش هي. فربنا يستر. وفي نغمه انا خايف منها، ان اللي هي دلوقتي كاف فيرد دلوقتي اللي هو الراس الاخضر، ان هم هيريحوا الاساسيين والكلام ده. نخلي بالنا في برضو نقطه، احنا لعبنا خمس ماتشين في 5 6 ايام صح؟ كل ثلاث مظبوط. ايام ماتش، فاللعيبه دي مجهده. النهارده لو هو ريحوا الناس ده، انا يعني لو انا موجود اتمنى ان هم لاعبين ماتشين زينا برضو، وهم لاعبين على الاقل يوم بعدينا، يعني هم هيبقوا مجهدين اكتر مننا. اما يريح ناس هينزل ناس ثانيه،
ناس جعانه، ناس رجليها فريش ريجز، هيبقى احنا مرهقين من ماتشين، فاحنا لا، فتبص هتلاقي ايه، تخوف، ما صحيح. نوصلش لمرحله، ما تخوفش لمرحله ان احنا لا هيلعبوا الاساس، هيقعدوا يعني فرصه، لا ما تكنش كده، اي حط اي حد اساسي احتياط، انت لازم تكسب ال3 ماتشات، لازم تكسب ال3 ماتشات، غير كده هنقعد نفكر في حاجات احنا ما بنقدرش نتحكم فيها، هتشغلنا، هتشتت تركيزنا، فانا شايف نقطه خطر، انا شايف انها هتبقى خطر نقطة جدا مهمة فعلا. انهم لعبوا اللعيبه المريحه ولعيبه صغيره وفريش ليجز، وهانجر عايز يبروف يوسف، عايز يبين للمدرب ان انا مش اقل من الاساسي، والروح هتبقى عاليه، فممكن يأذونا، فاحنا لازم نفكر في النقطه دي. طيب لما شايف ان كله يقول لك لا هيعادوا الاساس يلعبوا بالاحتياطي، والناس فرحانه ان كده، فانا شايف ان ده نقطه خطيره جدا يعني. طيب في نقطة تانية برضو محدش ناقشها بشكل موسع، ولكن اتحاد الكرة لما تعاقد مع روي فيتوريا كان تعاقد على مدى بعيد 4 سنين عشان الهدف التأهل لكأس العالم 2026، والناس توقعت ان المدير الفني البرتغالي هيجي يعمل جيل جديد او توليفة جديدة، ولكن فوجئنا لما تم اختيار قائمة المنتخب، منتخب مصر هو اعلى معدل اعمار سنية في كأس الأمم الإفريقية ومفيش عنصر جديد دخل على المنتخب. هل شايف دي مشكلة فنية بيعاني منها المنتخب دلوقتي، ان قبل كأس الأمم ما كانش فيه تحضير كويس للمرحلة اللي احنا فيها؟ نيجي من الاول، انا قلت قبل كده لما تاخذنيش على صراحتي، انا اتكلم بصراحه. اولا بدايه روي فيتوريا لما جه، الناس اللي في اتحاد الكوره ما فيش الرؤيه زيرو، ما عندهمش اي رؤيه مستقبليه لاي حاجه، هي قرارات بتطلع عشوائيه وكلام. هم جابوا روي فيتوريا ليه؟ تعرف السبب ان جابوا روي فيتوريا ليه؟ لان كان الاهلي بيتكلم مع روي فيتوريا، اختلفوا في الماديات الكلام ده، فهم انجاز الاتحاد الكره والحازم امام ان هو الاهلي ما عرفش يجيب روتي، انا هروح اجيبه. انت رايح تجيب له واحد وتدي له 4 سنين، مع احترامي للمدرب، مدرب كويس، ما مش هقول حاجه، انا بتكلم كرؤيه للرؤيه كتخطيط. للمنتخبات، تمام. كتخطيط. انا اجيب مدرب بقى له 4 سنين عشان يخطط لي الكره المصريه ويبني لي الكره المصريه، مدرب عمره ما مر المنتخب، عمره ما مر المنتخب. انا طلعت قلت يا جماعه، انت بتدي له 4 سنين ومدرب عمره مر، هيجي يتعلم فينا تمرين منتخبات غير تمرين الانديه خالص، أكيد. وبدليل كل معسكر فيه مشكله، كل معسكر فيه مشكله، في حاجات كتير جدا هو ما عندوش خبره فيها، ما هو طول عمره تمرين يوم بيوم، كل يوم تمرين، انما يجي لك لعيب والاصابه لعيبه جايه، انت كمدرب بتشوف لعيبه المنتخب دي ممكن في السنه كلها 40 يوم، في السنه كلها بتمرنهم 40 يوم ما بين معسكرات والكلام ده، اربع فيفا ديت، وممكن لو دوره بتاخدهم قبلها باسبوعين، يعني ما فيش وقت، اللي مش انما مختلفه خالص. فانا قلت يا جماعه انتوا جايبين، فحتى طلع في ناس طلعت هجمتني، ما قالتش بالاسم، بس انا لما قلت كده طلع، مثلا خلينا انا بتكلم بصراحه، مثلا ايا طلع كانت ميدو قال الاسماء، لك ايه؟ ايا كانت. مثلا، ولما حازم بيتكلم، فطبعا طلع، طبعا انت عارف ان ميدو المستشار الخارجي بتاع حازم وبركات، فطلع قال لك لا ده تاكي مرن ايطاليا، وهو كان عمره ما مرن منتخبات، ومرن منتخب ايطاليا وخد بطوله اوروبا معاه، بس تاكي ده ايطالي، الجهاز الفني بتاعه كله ايطالي، والمنتاليتي الايطالي، ما جيبش واحد من البرتغال ما يعرفش المنتاليتي بتاعنا ايه، ولا اول مره وجايب جهاز كله من البرتغال وتقول له مرن، واول مره يمرنه منتخب. فحصل طبعا الفجوه دي، ان غير المنتخب، ما انا بقول لك تمرين مختلف خالص خالص، انك تدرب منتخب، هو بيتعلم فين، هو بيستفاد فيه، يعني هو اكتر واحد مستفاد، حتى أكتر القضاء الله واحد. ما اكتر واحد مستفاد هو، لانه بيتعلم فينا دلوقتي، ممكن الاخطاء اللي بيعملها دي، حتى كل هات لي معسكر ما كانش فيه مشاكل، هات معسكر كل تمام معسكر فيه مشاكل، تمام طيب يعني فانا شايف ان دي ما فيش رؤيه طبعا، وبدليل النهارده زي ما تقول الاعمار دلوقتي كبيره، انت بتبني ازاي والاعمار كبيره، وداخل على بعد كده تصفيات كاس عالم، وكاس عالم مش سهله، كاس عالم ده اي حد، لو اي مدرب هيمسك منتخب مصر يوصل، ده تسعة ونص دول هتخش كاس العالم، أكيد أكيد فانا شايف أكيد. هي خطوه ما فيهاش اي رؤيه خالص، وخطوه غلط، والناس لازم تتحاسب، طيب الناس اللي لازم تتحاسب. طيب عشان وقت حضرتك بطولش عليك أكتر من كده، لا طبعا النصيحة اللي طبعا، توجهها لحراس مرمى منتخبنا محمد الشناوي، أبو جبل، صبحي، وكمان أحمد الشناوي. طب بص، خلينا واقعيين، الشناوي الاربع الدجوان اللي دخلهم، انا كشناوي تعرف له احترام كبير، هو نمره واحد في مصر، ملوش منافس يعني، مش هقول لك، بس الاربعه ممكن يتعامل معاهم احسن، انا مش خلينا، هو لا ممكن يتعامل معاهم احسن، واحنا ما يعني كان ممكن نكسب ماتش
لا هو وفق في اي من الاربع تجوان دولت، وهو كان ممكن بس هو ما فيش توفيق، فكان يتعامل معاهم اكتر. انا عايز التركيز، اللي فات ده خلاص بقى تاريخ، يعني ماتش غانا انتهى. وماتش موزمبيق ده تاريخ مش هتقدر تغيره. هتقعد تقول يا انا على كنت، مش هتقدر تغيره خلاص. الحاجه اللي ما تقدرش تتحكم فيها ما تفكرش فيها، انت اللي جاي اللي هتبني تكتب في التاريخ. الماتش اللي جاي ده ركز، هدوء، انسى اللي فات خالص، وكل ماتش بماتش، وكل كره بكرتها، ما قدر الله غلط ما تفكرش فيه. ان شاء الله مثلا صدى كبيره جدا ما تفكرش فيها، اللي جاي هو اللي جاي، فكر في اللي جاي. فانا ان شاء الله سيبك من اللي فات، فكر في اللي جاي، ركز، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكسب، لان يعني لازم ان شاء الله نكسب من غير بإذن مقاطعه ان شاء الله الله. بإذن الله. مش هيبقى ماتش سهل، مش هيبقى ماتش سهل. أكيد أكيد. عشان نكسب لازم كل لعيب يدي 110% من لما من اللياقه البدنيه والذهنيه وكل حاجه، بإذن الله. غير كده هيبقى صعب. كابتن زكي عبد الفتاح، أنا بشكرك جدا على هذه المداخلة المهمة جدا، اتكلمنا في تفاصيل فنية مهمة مع الكابتن زكي عن الحديث عن الاستعداد لمباراة الرأس الأخضر والشكل العام لمنتخبنا في الفترة الحالية. الراجل اشتغل مع منتخب مصر فترة طويلة وعاش وشاف الكرة المصرية بتخطط وبتشتغل ازاي، ورؤية كمان على مباراة الرأس الأخضر. نتمنى يا رب يكون فيها التوفيق لمنتخبنا الوطني. طيب، عندي كلام مهم جدا بالتأكيد، بس الأول لو هنتكلم على ترند افريقيا، النهارده في ماتشات مهمه جدا، والبدايه بمباريات اليوم. الجزائر بوركينا فاسو، المباراه بدات الساعه 4، وزي ما انتم عارفين مباراه صعبه جدا. الجزائر يعني بوركينا دلوقتي متقدمه على الجزائر 2-1 من ضربه جزاء. يعني قبل الكابتن زكي ما يكون معاك كان 1-1، وقلت ايه ممكن يكون في امل الجزائر تتقدم، ولكن بالخساره دي اعتقد الجزائر هتكون في حظوظها صعبه جدا في المنافسه. موريتانيا انجولا لسه الساعه 7، وتونس ومالي ماتش صعب جدا الساعه 10 بالليل. طيب، كالعاده انتم متعودين معانا بيكون معانا قبل الجوله او قبل المباريات بيوم حكام مباريات اليوم التالي. طيب، مباريات بكره، بكره الحد ختام مباريات الجوله الثانيه في المجموعه الخامسه والسادسه. بكره باذن الله الساعه 4 بتوقيت القاهره، المغرب هتلعب مع الكونغو الديمقراطيه، المغرب عندها 3 نقاط، الكونغو الديمقراطيه عندها نقطه. المباراه هيديرها الحكم الكيني بيتر ويرو كاماكو، حكما للمباراه، معاه مساعد اول جيلبرت شيريو، والمساعد الثاني بيم ستيفن، والحكم الرابع من موريشيوس احمد امتياز هيرال. وعلى تقنيه الفيديو حكمه سيده من جنوب افريقيا اسمها ماكاليما، اكونا ماكاليما. ومعاها ايفار الكابتن محمد عادل. وهنا في نقطه مهمه جدا اشرحها على مساله الحكام المساعدين اللي بيشتغلوا في الفار مع الحكمات اللي بيكونوا موجودين في تقنيه الفيديو. الساعه 7 زامبيا مع تنزانيا، المباراه هيديرها الحكم البنيني اللي كان ادار مباراه الاهلي وصن داونز، الحكم البنيني لويسا دي جندو هو اللي هيكون حكما لمباراه زامبيا وتنزانيا. وده طبعا تصنيفه في الكاف متراجع جدا، يعني 26 على مستوى افريقيا. معاه مساعد اول ايمافو اولريش، مساعد اول، المساعد الثاني ساميك موديبو، والحكم الرابع الانجولي المالي، الحكم المالي بوبو تراوري. على الفار دحان بيدا حكم فار، وايفار السنغالي عيسى سي. خدوا بالكم اهو، بصوا محمد عادل ايفار مع الجنوب، مع الحكم الجنوب افريقيه ماكاليما، وعيسى سي السنغالي ايفار مع دحان بيدا حكم الفار. يعني في سياسه معينه بينتهجها الكاف في الفتره الحاليه عشان يدي خبرات اكتر لحكام الفار اللي بيتعينوا في الماتشات الاخيره. جنوب افريقيا وناميبيا، المباراه الساعه 10 بكره، طاقم تحكيم جزائري بقياده يوسف جاموح حكما للساحه، معاه مساعد اول مقران كوراري مساعد اول، نوح اوتارا مساعد ثاني، الرواندي سامويل اوكيندا حكم رابع، وعلى تقنيه الفار الجزائري مصطفى غربال، وايفار الصومالي عمر عبد القادر. دول حكام مباريات بكره. لفت انتباهي حاجه لذيذه جدا، النهارده الجزائر بتلعب فجايبين لها حكم من جنوب افريقيا، بكره جنوب افريقيا هتلعب جايبين لها حكم من الجزائر. يعني النهارده السوشيال ميديا النهارده في الجزائر يقول لك ايه، هتضرب هنضرب. يعني حكم النهارده الجنوب افريقي عمل حاجه معانا، بكره الجزائري بتاعنا هيعمل حاجه معاكم. يعني من الحاجات اللي احنا بنشوفها في السوشيال ميديا من تعليقات الجماهير في متابعتها لكاس الامم الافريقيه. طيب، من خلال برضو المتابعات النهارده معانا فيديوهات وكواليس مهمه جدا من الكوت ديفوار. امبارح كانت في مباراه قويه جدا ما بين السنغال والكاميرون. على فكره المباراه دي بتتلعب على زعامه منطقه غرب افريقيا، السنغال والكاميرون زي كده مصر مع تونس او مصر مع الجزائر والمغرب. فكانت مباراه صعبه جدا، والمباراه بتتلعب في الكوت ديفوار، والايفواريين ما بيشجعوش الكاميرونيين تحت اي بند.
فكان كل الايفواريين موجودين قلبا وقالبا مع السنغال. كانت مباراه كبيره، وبعدين ما بين اثنين من عمالقه الكوره في افريقيا، أليو سيسي مدرب سنغالي وكان ليه تاريخ طويل جدا مع السنغال في التسعينات وبداية الالفيه، وريجيبورت سونج مدافع الكاميرون الشهير، الجيل التاريخي مع الكاميرون اللي كان موجود فيه كمان صامويل ايتو اللي حاليا رئيس الاتحاد الكاميروني. الاثنين التقوا مع بعض قبل المباراه بيوم على هامش وقاع المؤتمر الصحفي اللي كان ساخن جدا. سونج كان بيقول المباراه اشبه بالحرب، وأليو سيسي قال له انتوا دايما كعبكم عالي ولكن المباراه دي ما فيهاش علاقه بالتاريخ وهنكسب. تعالوا نشوف لما سونج وأليو سيسي التقوا مع بعض كان المظاهر الالتقاء كانت عامله ازاي واللقاء ما بينهم كان عامل ازاي. تعالوا نتابع. زي ما انتم شايفين طبعا اثنين من نجوم واساطير الكره الافريقيه، الجيل المنتخب الوطني اللي عاش يعني عاصر فتره سونج وأليو سيسي للاسف معظمهم دلوقتي مش في التدريب، يعني اتجهوا لمجال تاني خالص. اتمنى جيل منتخب مصر اللي كان بيكسب سونج وبيكسب أليو سيسي في فتره من الفترات يكون لهم علاقه بالتدريب اكتر وبالملعب اكتر، بعيدا عن الحاجات اللي احنا شايفينها في الفتره الاخيره للاسف عامله يعني رواج اعلامي مش كويس حتى على مستوى الاعلام الرياضي. طيب، جماهير السنغال كسبت، وقلت لحضراتكم ان الشوارع في الكوت ديفوار كانت بتشجع ومسانده بنسبه كبيره جدا للسنغال. تعالوا نشوف جماهير السنغال وهي بتحتفل في شوارع الكوت ديفوار امام الجماهير الكاميرونيه كانت الاجواء عامله ازاي. تعالوا نتابع. الجماهير الجزائريه قبل انطلاق مباراه الجزائر وبوركينا كانوا داخلين باغاني يعني اهازيج كبيره جدا في مدينه بواكيه، وكانت الاحتفالات كبيره. طبعا نتيجه المباراه دلوقتي هتخلي الوضع مختلف بعد نهايه المباراه. تعالوا نتابع نشوف الجزائريين لما دخلوا الملعب كانت الاجواء الاحتفالات عامله ازاي. مدينة سان بيدرو بتتحدث باللغة المغربية أو باللهجة المغربية، الدرجة المغربية. تعالوا نشوف في سان بيدرو إزاي المدينة بالكامل بقت كلها مغاربة في المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية. الوطن المغربي كاين في العالم بالحق، حنا نخليوه يكون حاضر في كاس افريقيا وغنلبس 10 ديال الايفواريات. الوطن المغربي اول حاجه قمت بها انني نحاول نفتش على الترونسبور وغنزينو باش يكونوا فيه العرايس ديالنا الايفواريات. وحاولت نلبسوا القفطان ديال المغرب كاملين، القفطان الامازيغي، القفطان الفاسي، جميع القفطان اللي كاينين في لاغيزون ديال المغرب لبستهم لهم، العقيق، المضمات، وحتى التاج المغربي والتاج الامازيغي. حاولت نلبسهم كل شيء باش نبارطاجيو الثقافه ديالنا باش نوصل للعالم ان شاء الله. العالميه لا مونديالتي يا حبيبي، ياك الحلوه. اخر فيديو معانا في الفيديوهات، غضب هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا من تدخل وزير الرياضه ودخوله غرفه الملابس والحديث مع اللاعبين بعد الخساره من منتخب مالي. تعالوا نتابع. زي ما انتم شايفين يمكن طبعا واضح جدا على هوجو بروس كان زعلان جدا من دخول وزير الرياضه والحديث مع اللاعبين بعد الخساره، شايف ان المكان ده بتاعه هو ما حدش يخش. لكن هنشوف ماتش بكره جنوب افريقيا مع نابيبيا. تعالوا مع بعض بقى نشوف المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، افضل تشكيل لمنتخبنا في ظل غياب محمد صلاح.
استاذ اكرامي الرديني، يمكن النهارده في مشاركه معانا قال صديقي العزيز الرائع، اهلا بك يا استاذ اكرامي. توقعاته للتشكيل: الشناوي في حراسه المرمى، فتوح، منعم، حجازي، هاني، امام عاشور، حمدي فتحي، مروان عطيه، مرموش، مصطفى محمد، زيزو. تشكيل اشبه باللعيبه المحليه بالاضافه الى خط الهجوم القوي مرموش ومصطفى مع احمد سيد زيزو. في الشوط الثاني على حسب الاحتياجات: تريزيجيه، عمر كمال، حمدي، ياسر ابراهيم، مصطفى فتحي، محمود حماده. دول ابرز اختيارات ممكن في التبديلات. اتوقع الفوز بثنائيه لمنتخب مصر عكس جميع التوقعات. طب نشوف كمان راي ثاني معانا بعد الاستاذ اكرامي. نوره بتقول: مساء الخير، افضل تشكيل الشناوي، هاني، ياسر، منعم، فتوح، امام، مروان، زيزو، تريزيجيه، مرموش، مصطفى، محمد. يعني برضو الناس عندها اختلافات في الاراء. محمد بيقول: مساء الخير، اتمنى نبدا بالشناوي، فتوح، ياسر، عبد المنعم، عمر، مروان، امام، حمدي، تريزيجيه، زيزو، مصطفى. لكن للاسف مش هنبدا بكده، المهم التوفيق لاي 11 يلعبوا. بس تصدق الاهلي وحشنا، وحشنا كلنا، وربنا يطمنا على منتخبنا. محمد عماد بيقول: اتوقع في الحراسه هيكون الشناوي، عمر كمال، محمد حمدي، حجازي، منعم، امام عاشور، مروان عطيه، حمدي فتحي، عمر، مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه. ان شاء الله المنتخب يكسب 2-0. نتمنى يا رب باذن الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في الفوز في هذا اللقاء، لان المباراه دي هي مباراه العنق الزجاجه. تكسب كملت، اي نتيجه سلبيه مش هتبقى مقبوله ولا منطقيه، ومن اثرها كده ايه نقول شكرا يعني من البدايه لمشاركه سيئه لمنتخبنا الوطني. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.